لكم دابا غادي ندوزو انواع ديال الزعلوك اللي كيمشي مع شويه اييه كمقبلات واخا كمقبلات ضروري تبغي شي حاجه اللي تمشي ما تنبغوش ندخلوا مباشره في الطبق الرئيسي ضروري يكون اييه واخا عندنا كيلو ديال الباذنجان نقطعوه دوائر ونشوه بالملحه نخليه يتعقد واحد 3 سوايع نديروه في الشبكه كتلاحظي بان ملي كنديروه في الشبكه كيبدا يطلق الماء 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 هادشي كنديروه باش الا بغينا نقليوه ما كياخذناش الزيت الزيت بزاف فعلا اييه تجي ناشف من بعد كنقليوه ونوجدو واحد الحامضه مصيره كنقطعوها رقيقه واحد 4 ضيفه ديال الثومه اييه ونحطو فوق العافيه كنشدو ديك الباذنجان كان معصي مزيان ونديرو ليه الثومه والحامض مصير ونديرو نجيبو في المقله مي كنبغيو نطفيو كنديرو شويه ديال الكمون والمعدنوس اييه والهريسه اللي بغاها حسب الذوق تيجي رائع اييه ندوزو الزعلوك ديال الكورجيت عندنا كيلو ديال الكورجيت كنشكو في شكاكة غليظة القرعة الخضراء اييه القرعة الخضراء اييه ما تكونش ديك الغليظة تكون شوية صغيرة موين باش تكون بنينة كنشكوها في شكاكة غليظة كنديروها في المقلاة مع شوية الزيت كنديوها نجيبوها حتى كطيح مزيان كنزيدو لها واحد الفلفلة حلوة حمرا اييه كنشكوها تاي في شكاكة غليظة فلفلة حمرا محكوكة محكوكة في شكاكة غليظة اييه واخا تجي غير بحال مرشوش اييه واحد مطيشة تاهي محكوكة كنديو نجيبو في المقلاة حتى كيتعفي داكشي مزيان كنزيد ليه مع مليحة بزار واحد ضريف ديال التومة ملي كنطفيو كنديو واحد راس المعلقة ديال الزعتر اييه فعلا هاد الأنواع الزعلوك اللي كنعطيك يقدر يصبر 4 أيام يعني كنصيبو زعلوك ونحطو في ليبوا وقت ما بغينا نحطو في العيد شي حاجة كنديرو في الطبيصلة ديالنا اييه كيكونوا واجدين كيكونوا واجدين كل ساعة طيبين واخا وفعلا هاد القرعة الخضراء الكورجيت كتمشي مع الفلفلة يعني تعطي واحد اللوين هي بالحمرا هكا محكوكة اييه واخا وديك الزعترة كذلك اللي ضفتي الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك كتجي غزالة هادو جوج أنواع الزعلوك نواصلو ندوزو دابا الزعلوك ديال الخيزو دابا عطيتك أنواع ديال الزعلوك اييه مزيان حتى بالنسبة للوينات كاينين اللوينات اييه مع داك الشيء ديال الفخار اللي عندنا تبارك الله يعني كيعطي واحد المنظر هكا ملي كنزينو كيعطي منظر زوين عندنا الزعلوك ديال الخيزو كناخدو كيلو ديال الخيزو اييه كنسلقوه وكنحطوه على جنب كناخدو مقلا كنديرو فيها زيت البلدية واحد الحمضة مصية مقطعة رقيقة شوية ديال الملحة شوية ديال البزار شوية ديال التومة محكوكة كنشدو ديك الخيزو كنعسوه مزيان كنقليو ديك شامولة كنعسوه فيه مزيان كنديو نجيبو ونطفيو ونديرو المعدنوس ديما المعدنوس كنخليوه حتى كنطفي باش كيبقى ديك الخضورية فيه واخا ندوزو الزعلوك الرابع عندنا الزعلوك ديال الشيفلور اييه عندنا كيلو ديال الشيفلور كنسلقو في الماء والملحة ووقت سيدنا موسى واحد نص حمضة اييه باش كيحيد لينا ديك الريحة ديال المجهدة من بعد كنحطو كيس تقطع كناخدو مقلا كنديرو فيها زيت العود شوية ديال التومة التحميرة الكمون بزار كنقلو ديك الشامولة كنديرو فيها الشيفلو تا هو كنعسوه وشوية الهيصة من كنطفيو كنعصرو عليه الحامض والمعدنوس